يلخص مهنة الهندسة عموما بقى، يعني مش هندسة طبية بس. هنسمع يعني اسمعكم بس ايه، يعني انا نفسي اسمع حاجة تكون شوية ايه يعني مرتبة، مش عايز كلام عشوائي. اولا قبل السؤال ده، سؤال قبليه، هل حد فكر يسأل نفسه السؤال ده فيكم؟ اعتقد لا. انا ما كنتش بسأل نفسي السؤال ده وانا في الهندسة، فانتوا تكونوا بتسألوا نفسك السؤال ده، انتوا عباقرة يعني. فخلاص حلو، انت هزيت راسك فابدأ انت. غير ان انت تروح تقول له ازيك يا هندسة. طبعا ليه؟ ساينس خدمة البشرية. طبعا دي حلوة كشعار. مش غلط، مش غلط، بس هي تميل إلى الشعار أكثر منها إلى الحقيقة، إلى مش الحقيقة، إلى التطبيق. يعني إيه؟ مش غلط، مش غلط. اسمك إيه؟ علي؟ شكرا يا علي، اتفضل. يعني أوزع عليكم ميكروفونات عشان نسمع بعض. برضه صح، بس يعني أنا هقول لكم بقى إجابتي في الآخر. طيب حد عنده إجابة ثالثة؟ تقريبا نفس الكلام برضه، مش غلط برضه. حد عنده رأي رابع؟ problem solving، problem solving which is right also. انا في ظني، انا بعد السنين دي كلها، انه المهندس هو صاحب حرفه، كرافت بيسموها بالانجلش كرافت، صاحب حرفه، ولكن يؤدي هذه الحرفه بناء على قواعد، مش بناء على خبره او بناء على حاسه سادسه او بناء على تصور كده في دماغه. يعني انت لو رحت لواحد في ورشه ما دخلش هندسه هتلاقيه صاحب حرفه، بس نظام الحرفه اللي هو بيعملها بناء على ايه؟ خبرته واللي شافه قبل كده والحاسه السادسه بتاعته. لا، انت لما مثلا انا جاي اقول لك يا علي مثلا اعمل لي ترابيزه تشيل ثلاجه بتاعت لحوم مثلا، وزن الثلاجه 5 طن، فاعمل لي الترابيزه اللي تشيل الخمسه طن. لو انت ورشجي هتيجي تقول ايه؟ والله ايه 5 طن، انا هجيب المقطع بتاع الحديد، يبقى واخد بالك ازاي 20 سنتي بدل مثلا 4 رجول هخليها 8 رجول عشان اي ميك شور ان هي ايه؟ ان هي ما توقعش، ما يحصلش لها باكلينج ومش عارف ايه. ده الورشه. المهندس هيبتدي يحسب بقى بيندنج مومنتس، ويبتدي يحسب سنتر اوف جرافيتي، ويبتدي يحسب مش عارف فاهمين قصدي ولا لا. فالمهندس هو عنده حرفه، ولكن يقوم بهذه الحرفه بناء على قواعد علميه. واضح اللي انا بقوله ده؟ طيب لو هنعمل كاتيجورايزيشن لمستويات المهندسين من اول البليد لحد العظيم، ايه اللي بيفرق مهندس شاطر عن مهندس بليد؟ اول حاجه هو فاهم ولا مش فاهم. اوكي، اللي مش فاهم، في ساعات يقول لك ايه هو حافظ مش فاهم، سمعت الجمله دي قبل كده صح؟ وما اكثرهم موجودين معانا هنا، وموجودين في القاعات اللي جنبنا، وموجودين في الجيل بتاعي، وموجودين في الجيل اللي بعدكم، وموجودين من اللي هم وانت في اولى ابتدائي. في حافظ مش فاهم وفي فاهم. الحافظ مش فاهم ما زال هيأدي دور اذا كان هيطبق القواعد اللي هو اتعلمها بالحرف، هيمشي واحد بيقول لك والله انت تعرف تعمل بروجرامنج لسي، انا شفت ان هو لو عملت كذا هيحصل كذا، عملت كذا هيحصل كذا ومش عارف ايه، فيقدر يطلع برنامج، ولكن ما عندوش اكتر من هو اللي سمعه بيعمله. وفي واحد حافظ وفاهم فبينفذ احسن واسرع ومور افيشنت، وفي واحد بقى فوقيهم بيبقى حافظ وفاهم ومبدع اللي بيسموه انوفيشن. ودي الكاتيجوري قليله جدا على المستوى البشريه، مش على مستواكم انتوا بس. فعلى مستوى البشريه ممكن المبدع ده يمثل 1 في 1000،
ولو كانت نسبته موجوده 1% ده يبقى رائع. فحاول ان انت دايما تتصنف نفسك انت فين في هذا السلم، في هذا فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ دي مقدمه كده سريعه عن الهندسه، وهي فعلا ابلايد ساينس، وهي فعلا الفرق بيننا وبين كليه العلوم، ان كليه العلوم بتبقى مهتمه بالثيوري، احنا مهتمين بالثيوري والابلكيشن بتاع الثيوري كمان، لكن احنا we are not developers of the theory. We do not develop theories. We understand the theory وبنلاقي لها applications. واضح الكلام؟ طيب فهنا ده طبعا table of contents، انا هبعت لك طبعا الكتاب كله. نصيحتي للي يقدر يعمل كده ان هو يحاول يفر الكتاب كله، يبص عليه بصه كده. يعني ممكن انت في ليله كده بدل ايه الليالي الانس اللي واخد بالك ازاي، يعني مره كده مع نفسك تقول يعني اظبط امورك كده طب ايه، طب ليه جاي على نفسك قوي كده؟ اتفضل. طب ما هتعملوا ايه الساعه 8 يا ماما؟ هلاقي ناس بقى جايه واخد بالك بالبيجامه، وناس جايه بالجلابيه، وناس اهو كده. يلا احنا هنا طبعا التايتلز الرئيسيه بالازرق زي ما انتم شايفين، وات از كلينيكال انجينيرنج، هنشرح لكم يعني ايه الماده دي، ده اللي هنتكلم ان شاء الله عليه النهارده. في حاجه اسمها 1.2، انتم معايا هنا في شايفين الكلام، اللايف سايكل كونسبت، ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، يعني تكاد تكون لا يمكن الاستغناء عنها في شغل الكلينيكال انجينيرز. هنتكلم عن النظم الصحية اللي هي 1.3، النظم الصحية دي اللي هي المستشفيات وغيرها. هنتكلم على المستشفى من جوه بتتكون من ايه، وايه تركيبات المستشفى، يعني ايه معنى ايه مستشفى اساسا. وبعدين بعد كده هنتكلم على شابتر 2، هنتكلم على ميديكال ايكويبمنت برودكشن، عملية التصنيع والديزاين، مش الديزاين كديزاين، عملية التصنيع والبروسيس اللي بيمشي فيها الشركه عشان تصنع جهاز وتوصل في الاخر الجهاز يبقى منتج، واخد بالك؟ بعد كده نتكلم على شابتر، طبعا هو للاسف دي مثلا احد العيوب، هو دخل على شابتر 4 هو شابتر 3، لكن دي احد يعني لسه التصليحات اللي احنا هنمشي فيها عشان نصلح الكتاب يعني. Fundamentals of Medical Equipment Management، وده الكور بتاع مادة Clinical Engineering اللي هي صيانة الأجهزة الطبية والقصص دي كلها. ده حتى هو يعني هو مدي التايتل شابتر 4، بس هي هتلاقي النمبرنج 3، واخد بالك؟ في شوية إصلاحات تصليحات كده، فإحنا هناخد الفايل الوورد فايل من أحمد اللي هو زميلكم بتاع رابعة، وهنشوف إذا كان في حد فيكم أو مجموعة مش يعني مهتمه ان هي تكمل وراه، ان هي شويه التعديلات البسيطه دي تقوم بيها يعني. اوكي تمام. وبعدين بعد كده في شويه ابندسيز، بعض الشروح، ودي عباره عن مقدمه بشرح فيها يعني بعض الحاجات اللي هي ممكن انت تقراها مع نفسك يعني. نبدا الاول ب وات از كلينيكال انجينيرنج. فاول حاجه بقول What is clinical engineering versus biomedical engineering؟ اوكي ده سؤال رئيسي محوري. البايوميديكال انجينيرنج از، لما تسمع كلمه بايوميديكال انجينيرنج او اي حد في العالم المتحضر يعني يسمع كلمه بايوميديكال انجينيرنج مخه يروح على طول ناحيه ريسيرش اند ديفلوبمنت. ولما يسمع كلمه كلينيكال انجينيرنج مخه يروح على طول ناحيه الابلكيشنز المتعلقه بالاجهزه الطبيه في المستشفيات والخدمة الرعاية الصحية للمرضى بشكل عام كده. فلو بنتكلم في بايوميديكال انجينيرنج، وطبعا انتوا لسه في تانية فانتوا مش فاهمين يعني ايه حاجة ثيوريتيكال وحاجة يعني التالتة بيبقوا فاهمين. ثيوريتيكال اللي هو هتبتدي تشتغل مثلا بالمعادلات اللي انت قاعد بتدرسها دي، يعني مثلا دلوقتي انتوا بتاخدوا ممكن لابلاس ترانسفورم، يمكن تاخدوا فورير ترانسفورم، تاخدوا حاجات زي كده ديفرنشال ايكويشنز، ممكن ايا كان الماثيماتكس اللي انت الليفل اللي انت بتاخده حاليا، الليفل اوف ماثيماتكس اللي انت بتاخده ده بتبني عليه وبتعمل بيه حاجات بقى زي اللي بنقول عليها سيجنال بروسيسنج، ايمج بروسيسنج، ديب ليرنينج، وات ايفر.
يبقى دي عباره عن كلها مبنيه على معادلات. احنا هنا ممكن نحتاج معادلات وكل حاجه، بس هتلاقي شغلنا عملي اكتر، عباره عن حاجه على الارض الواقع بقى. هنعمل، لو انت دلوقتي اتحطيت في مستشفى وقال لك يا باشمهندس اعمل لي نظام صيانه للمستشفى، هتعمل ايه؟ تبدا منين؟ ده اللي احنا هنشرحه ان شاء الله. ده الفرق الرئيسي بين كلينيكال انجينيرنج والبايوميديكال انجينيرنج. طبعا لما انا بعمل سكيبنج حاجه زي كده انت بتقراها طبعا بالكامل، و بتقول قايل مثلا الدكتور وقف عند صفحه 10، فاحنا هنقرا ال 10 صفحات دول، هتيجي المحاضره اللي بعدها لو عندك اسئله في اللي فات بنبدا بيهم، ما عندكش بنكمل. واضحه؟ تمام؟ طيب هنا طبعا الفيجر ده هم مشكورين، هو مش واحد بس اللي عمله، كان بقول لك مجموعه طلبه يعني. الشكل القديم كان اقل شويه في الجوده، يعني دلوقتي الشكل ده احسن شويه. انا شخصيا يعني مش يعني ما عنديش مشكله ان هو مش محتاج اطوره اكتر من كده، يعني ممكن يبقى احلى بس مش لازم. يعني انا هنا بضرب مثال على الاكس راي سيستم. كويس، الاكس راي سيستمز في المستشفى اللي بتروح بتعمل فيها كشف اكس راي ليها اسم طبي، يعني كلمه اكس راي الناس كلها فاهماها، لكن لما تروح تعمل اشعه تشخيصيه بالاكس راي لها اسم تاني. حد يعرف الاسم التاني ده؟ طبعا انا احد مهامي في الكورس ده ان انا ابني لك فوكابولري تعرف تتفاهم بيه مع الاطباء ومع المهندسين الاعلى منك، يعني هيبقى شكلها يعني مش عايز اقول الكلمه اللي على بالي، يعني شكلها يعني وحش قوي في حقك ان انت تخش تقول للمهندس الكبير او للدكتور ممكن يا دكتور اشوف جهاز الاكس راي اللي عندك، كانك انت مثلا ايه يعني كانك مش عارف تعبر عن نفسك. فايه الكلمه البديله لكلمه اكس راي اللي ما تعرفوهاش؟ اسمها راديوجرافي. راديوجرافي، راديو من راديو، جرافي معروفة جي ار اي اف واي، فالراديوجرافي هو الأشعة بتاعت الإكس راي. خلاص؟ وقسم الأشعة في المستشفى اسمه إيه؟ اسمه راديولوجي. حد يعرف الاسم ده؟ طيب أنتوا طبعًا التسجيل ده هدفه إن أنت الأسماء دي كلها أنت هتسجلها، بعد كده أنا هبتدي أستخدم السبورة شوية وكده، لكن النهاردة أنا تعبان شوية فمش هقدر إن أنا أشتغل على السبورة النهاردة. عشان كده أنا قاعد يعني. يبقى اتعلمنا كلمتين دلوقتي، ايه اللي هما؟ تمام، انا مش عايز اللي يرد عليا بس يبقوا قدام، انا برضو عايز اللي ورا، يعني هي فكره اللي بيقعد ورا ده بيختار مكانه اللي ورا ده احيانا عشان ينام، واخد بالك؟ برضو نرجع نقول هو عايز ينام ليه؟ لان هو اجتهد بالليل في ان هو اتفرج على 15 فيلم فما عندوش وقت لحاجه تاني، انت فاهم ازاي؟ او ماتش، بلاش فيلم، الماتشات اهم طبعا. تمام، بلاش اقول اللي في بالي يعني. يبقى دلوقتي الاكس راي سيستم ده انت في ذهنك هتشيل كلمه اكس راي وتحط بدلها ايه؟ الكلمه الجديده دي. واحد بس اللي بيرد بره، يوسف ما شاء الله وعالي عشان ما يزعلش. وانتوا شباب كومبارس انتوا بتسقفوا يعني، برافو يوسف، تمام، مندوب الدفعه بقى يعني، فاهم؟ هو مش بس مندوب، ده هو اللي بيرد بالنيابه عنكم كمان يعني، خد بالك يعني. ممكن اسالك؟ اسال يوسف. طيب كل ما بتقول الناس بتوع السايكولوجي بيقول لك كل ما تردد الكلمه مرتين وثلاثه كل ما تنساهاش، وكل ما تتقرنن وتتعظم في نفسك وتقول انا هقول ببقي، واخد بالك ازاي؟ وكل المعلومات هنا ما بتروحش ولا اي حاجه هتخش، مش تبقى عارف. فكونك بتقول الكلمه مره واثنين بتثبت في دماغك فور ايفر. كونك بقى واخد بالك ازاي السلطان زمانك ومش عايز تفتح بقك، اتس اب تو يو. طيب
هتلاقي هنا طالع من الدايره دي حاجات باللون الازرق وحاجات باللون الاخضر، واضحه؟ طيب اللي باللون الازرق دي البايوميديكال انجينيرنج المتعلق بكلمه اكس راي. يعني لو انت هتدرس كورس بايوميديكال انجينيرنج بيشرح حاجه متعلقه بالاكس راي هيكون الكورسين دول او الموضوعين دول، ولو هتتكلم في كلينيكال انجينيرنج هتتكلم في كام موضوع بالاخضر؟ 1 2 3 4 5 6 7. نشوفهم كده مع بعض، شايفين ولا اللوحه صغيره؟ معقوله؟ طيب نبدا بالبايوميديكال. لو انت كورس بايوميديكال انجينيرنج وعايز تتكلم على الاكس راي سيستم غالبا هيشرحه من الفيزيكس بوينت اوف فيو، وانتوا يمكن اخدتوا شويه فيزيكس على الاكس راي. امتى؟ السنه دي ولا؟ طبعا السنه دي احنا مفيش لسه، السنه اللي فاتت، وده الكارثه بتاعت العبقري اللي حاطط لنا الكورس ده في سنه ثانيه، لان هو مش عارف ان الكورس ده هيبقى معتمد على اللي انا بقوله ده. فانا كل شويه هقول لك ايه؟ تعرف حاجه الاكس راي؟ لا والله ما اعرفش. تعرف حاجه عن الام ار اي؟ لا ما اعرفش. تعرف حاجه عن الاكس الاي سي جي؟ لا ما اعرفش. تعرف حاجه عن غسيل الكلى؟ لا ما اعرفش. ما انت ذنبك ايه؟ ما انت لسه جاي فريش. خلاص احنا ده الوضع اللي احنا فيه وخلاص، يعني نتعامل معاه. الشاهد انه الاكس راي لها فيزيكس. الفيزيكس دي بتاعت السكاتد راديشن، وبتعتمد على ازاي تجنريت الاكس راي اصلا، التيوب والكاثود والانود والقصص دي كلها. يمكن تكون اخدتها في ثانوي، ما اعرفش، يمكن تكون اخدتها. تمام؟ فهي دي المعلومات اللي انا يعني هعتمد ان انت فاهمها، وتبقى انت فاهم يعني ايه فيزيكس بتاعت الاكس راي. الكورس الثاني هيتكلم على الايكويبمنت ديزاين. ده بايوميديكال. يتكلم على الايكويبمنت ديزاين من وجهه نظر ايه؟ يعني ايه ديزاين؟ يعني الباور سبلاي ايه؟ اللي هو ما اعرفش فاهمين يعني ايه باور سبلاي. الكنترول سيركت بتاعتها عامله ازاي؟ بتجنريت الهاي فولتج ازاي؟ ها؟ الصوره بتتحط على سكرين ازاي؟ ده اسمه الديزاين بتاع الجهاز، واضح يا شباب؟ او بنات؟ تمام؟ دول الحاجتين اللي ممكن تاخدهم في البايوميديكال انجينيرنج، وممكن معاهم حاجه ثالثه وهي الايمج بروسيسنج. بس الايمج بروسيسنج از نوت ريلي اكس راي. يعني ما اقدرش ادخلها تحت اصنفها تحت اكس راي، هي مترتبه على الاكس راي. بس ما هوش علم الاكس راي نفسه. الشباب اللي هناك تمام؟ كله اللي قاعدين ورا معايا لسه مصحصحين؟ وطبعا بعد اسبوعين كده او ثلاثه بتلاقي الواحد مثلا عامل كده. خد بالك ازاي؟ المنظر ده بيقتلني. واخد بالك؟ وبعدين الاقي بنت مثلا عامله كده، ايه يا ماما في ايه؟ معلش يا دكتور. طب هتتفضلي يعني ممكن تخرجي، ما عنديش مشكله، اكتب اسم. بالمناسبه الغياب، عايزين توزعوا ورقه بالغياب دلوقتي، عشان بناخد الغياب ده لسبب واحد. لو مش عايزين تاخدوه ما عنديش ادنى مشكله. بناخد الغياب عشان اللي حاضر بياخد درجه في الغياب في الحضور. فيعني واخد بالك ازاي؟ every bit helps زي ما بيقولوا، يعني كل شيء حسنه قليله تنفع. واخد بالك ازاي؟ بلاوي كتيره زي ما بيقولوا يعني. فعايزين انا يعني اي ريكومند ان انت تمشي ورقه بالاسماء. وفي بعد كده الباشمهندسه معانا منى غالبا هتطبع، او انتوا تشوفوا تكلموا منى يعني عبد العاطي وخدوا منها الليسته بتاعتكم، بحيث ان تبقى مطبوعه بالمحاضرات، وكل واحد بس يعمل علامه على اسمه خلاص، يبقى اسهل. طيب فهمتوا البايوميديكال هيدرس لكم ايه في القصه دي؟ احنا بقى المفروض لو احنا بندرس كلينيكال انجينيرنج المفروض تدرس ايه في المتعلق بالسيستم ده؟ واحد حاجه اسمها فاسيلتي بلاننج. شايفين الجمله دي؟ شايفين دي؟ طب هزوا راسكم. طيب حتى شكرا. فاسيلتي بلاننج يعني ايه؟ فاسيلتي يعني منشأة. انت قلت كده ولا انا سمعتها غلط؟ برافو عليك. اسمك احمد. برافو. فاسيلتي يعني منشأة. واحد يقول لك يعني ايه منشأة؟ يعني منشأة، خد بالك ازاي؟ يعني مكان، مبنى بيقدم خدمة، واخد بالك؟ فاسيلتي بلاننج يعني تخطيط منشأة. طب هي المنشأة اللي احنا هنخططها ايه مثلا؟ مصلحة الضرايب؟ يعني ممكن اسالكم سؤال زي كده مثلا، المالتيبل تشويس. الكلينيكال انجينيرنج اختار
بيصمم واحد مصلحه الضرايب، اثنين كليه الهندسه، ثلاثه مستشفى. Which one؟ شكرا. واخد بالك ازاي؟ يعني طبعا يعني ممكن ننزل للمستوى ده عشان تبقى اضحوكه العالم بقى، يعني واخد بالك ازاي؟ يبقى مفيش بقى يعني ولا اولى ابتدائي حتى. فاحنا بنصمم مستشفيات، وده جزء من شغلنا احنا ككلينيكال انجينيرز، مش تصميم المعماري، لا احنا بنعمل حاجه اسمها بلاننج، اللي هو بنحط الاجهزه الطبيه على التصميم المعماري الموجود بحيث نتاكد ان التصميم ده مناسب للاجهزه الطبيه. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك. طيب لو انت بتصمم القاعه اللي احنا قاعدين فيها دي، كويس، انتوا قعدتوا في قاعات لما شبعتوا، صح ولا لا؟ وجيت قلت لك يا باشمهندس القاعه الفلانيه مساحتها كذا، حط لي مثلا القاعه دي، حد يعرف ممكن تكون مساحتها كام؟ يعني انا بتخيل عرضها مثلا بنتكلم في 15 متر يمكن، والطول بتاعها بنتكلم يمكن في 30 متر تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 400 ل 500 متر مربع تقريبا. القاعه اللي احنا فيها دي دلوقتي شايله كام طالب؟ القاعه اللي احنا فيها دي تشيل كام طالب؟ يعني ممكن انتوا دلوقتي 77 تقريبا، قول 80، يعني ممكن تشيل ثلاث اضعاف عددكم يمكن، او مرتين ونص، يعني ممكن تشيل في حدود 250 طالب تقريبا. واحد جه قال لك طب لو عندك قاعه 100 متر مربع حط لي فيها 500 كرسي، واخد بالك ازاي؟ ضحكت، لانه انت عارف بطبيعه الحال انه مش ممكن هتاخد 500 بحكم الايه؟ اللي انت عارفه منه. في المستشفى نفس الكلام. واحد انا بشوف، مش هقول لك يعني مين اللي بيعمل الشغل ده، بس يعني اسماء كبيره ومكاتب، يعني يعمل مستشفى وبعدين يصمم العنايه المركزه. العنايه المركزه اسمها ايه بالانجلش؟ صح، انتنسيف كير يونت. شكرا، برضه هو بيرد بالنيابه عنكم. طب انا هستاذنك ربع ساعه اللي جايه ما تتكلمش عشان نشوف ايه الحكايه. طيب يعني انتوا مكسوفين تتكلموا ولا مش عندكم؟ انا بتكسف. انتنسيف كير يونت، حد سمع الكلمه دي غير يوسف؟ يعني حتى يا اخي اللي بيتفرج على شويه مسلسلات اجنبيه ولا بتاع يمكن تكون سمعتها مره يعني، لكن هو مش مهتم يسمع الانتنسيف كير يونت، هو مهتم بحاجه ثانيه خالص. يعني ساعات اثنين يتفرجوا على نفس الفيلم، واحد يبقى انا واحد من الناس اللي اتفرج على لو اتفرجت يعني اتفرج على الديزاين، اتفرج على لما اشوف مستشفى اشوف الارضيات معموله من ايه، اشوف الساعه اللي محطوطه ديت محطوطه فين عشان خاطر تقول للناس الوقت بتاعها، اشوف اتفرج على الاضاءه، وناس ثانيه قاعدين يتفرجوا بقى على الحاجات اللي انت عارفها طبعا. تفهم؟ طيب فهمنا يعني ايه فاسيلتي بلاننج. فانت بتيجي تقول للدكتور اللي بيصمم، للاسف للمهندس المعماري اللي بيصمم الاي سي يو، بتقول له خلي بالك السرير بتاع المريض لازم تكون هتكون حواليه مساحه فاضيه قد كده، فما ينفعش يا فندم تحط سريرين جنب بعض بينهم 20 سم بس او 30 سم بس. ليه؟ اي يعني انتوا يعني بالعقل بقى، انا عايز نشوف مثلا هاخدكم كده الاول وبعدين شويه وبعدين شويه وبعدين شويه، ممكن نبدا بساعدتكم ولا لا؟ طبعا صح. ينفع احط اثنين سراير جنب بعض بينهم 30 سم؟ يس اور نو؟ نو. واي؟ قولها بالفطره يعني، انا مش بقول لك انت وانت درست حاجه مفيش فطره حتى، قول. ما هي دي احنا العدوى دي يعني جزء يعني برانا شويه، لكن هو الجزء الاولاني الثاني الاجابه الثانيه هي اللي صح. انت سمعت اجابته؟ ما هو انت غالبا هتقولها ثاني، اللي هو لازم يكون في مساحه حوالين المريض للاجهزه اللي هتتحط عليه، والمريض ده هيخش على السرير كده ويفضل نايم كده، واخد بالك ازاي؟ وخلاص ما ينام في بيتهم. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما ينام في بيته اذا كان على النوم، ما ينام في بيته. امال هو جاي ليه المستشفى؟ عشان تحط على جهاز. وايه الجهاز اللي هتلاقيه في الانتنسيف كير يونت كتير قوي؟ الفنتليتور. وفي ايه تاني غير الفنتليتور ممكن تشوفه هناك؟ البنات يحبوا يشاركونا ولا هيسقفوا بس؟
مين؟ يس ثانك يو بيشنت مونيتور. يعني مش صعبه قوي يعني. وايه تاني اللي ممكن اجهزه تلاقيها في الانتنسيف كير يونت؟ قلناها. ايوه اسمه ايه ده؟ صح اسمه ديفيبريليتور. اسمعوا عن ديفيبريليتور؟ تمام. اذا في مجموعه اجهزه موجوده، الاجهزه الموجوده دي مش هتتعلق بقى في السقف، واخد بالك ازاي؟ وبعدين تدوس على زرار تقوم نازله لك كده، وبعدين يديله بتاع، وبعدين تطلع تاني في السقف. انتوا متخيلين المستشفيات كده؟ ده اسمه فاسيلتي بلاننج. يبقى عرفنا يعني ايه فاسيلتي بلاننج؟ ده عباره عن وضع الاجهزه الطبيه في اماكنها الصحيحه بمساحاتها واحجامها الطبيعيه، علشان اما نعمل تصميم للمكان يستطيع ان ايه؟ ان يحتوي هذه الاجهزه بدون مشاكل. واضح الكلام اللي بقول؟ كمان الميديكال او الفاسيلتي بلاننج بيقول احنا بنقول للمهندسين اللي معانا ان الجهاز ده محتاج كام فيش كهرباء؟ كام عين كهرباء محتاجه؟ محتاج صرف صحي ولا مش محتاج؟ محتاج ميه ولا مش محتاج؟ فاهمين قصدي ايه؟ محتاج درجة حرارة معينة، برودة معينة ولا مش محتاج؟ كل ده احنا بنوضحه في الفاسيلتي بلان. رقم اثنين حاجة اسمها ستاندردز اوف ديزاين. ايه الفرق بين الديزاين والستاندردز اوف ديزاين؟ ده سؤال صعب ومش سهل، لأن أنت لا تعرف ديزاين ولا ستاندردز اوف ديزاين. فيا إما إن أنا أجاوب على طول، يا إما واحد يعني إيه يبقى عبقري شوية ويرد. فما انا ما مسامح يعني. طيب الديزاين هو الجهاز من جوه تصميمه ايه؟ الستاندردز اوف ديزاين بقى هو التصميم ده ماشي على قواعد دوليه معينه ولا هميونيه من واخد بالك من 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 بنات افكاري. يعني ايه برضو؟ يعني انا دايما بسال السؤال ده او بقول الاكزامبل ده عشان اقرب لك فكره الستاندردز. بقول انه اكتر حاجه ما ده الخيبه والوكسه اللي هقوله دلوقتي ده. الوكسه انه انتوا خصوصا الولاد يعني هتبقوا عارفين الاجابه دي فورا، اللي هو لعبه كره القدم. اكتر حاجه معمول لها مواصفات قياسيه هي الرياضه عموما، سواء كره سله، كره قدم، كره يد، تنس، اي لعبه. يعني في حمام سباحه بيسموه اولمبي، صح؟ اسمعوا عن الوصف ده. ليه سموه حمام سباحه اولمبي؟ عشان قول تاني. ما اتفقنا يوسف مش هتكلم بقى، والصف التاني كمان مش هتكلم، نبدا من التالت بقى. الدور جاي عليك. ايوه انت مبسوط، فانا ان شاء الله هنوصل لك يعني. قول. ايوه صح كده. صح كده. وملعب الكوره نفس الكلام، صح كده؟ لدرجه انه لما بتيجي مثلا تبقى في كورنر واللعيب يحط الكوره بره الربع دايره دي، يقول له لا دخلها جوه الربع دايره دي. ليه؟ ليه بيقولوا دخلها جوه؟ ايه المشكله يا اخي؟ ما يخليها بره نص متر. بجد والله انتوا مش بتتفرجوا على كوره وعارفين؟ ليه منعه يعمل حركه زي كده؟ الرساله يعني مش معقول مش عارفين الاجابه. قولوا يا شباب، حد فيكم بيلعب كرة؟ ولا واحد فيكم بيلعب كرة؟ ما شاء الله، كلكم ملتزمين يعني. باعتبار الكرة حرام مثلا. بجد أنا مذهول. لأنه يا حبيبي لو حط كرة بره الربع دايرة ديت، هو قرب من الجون أكتر. فمش محتاج نفس القوة عشان يرفع الكرة يوصلها لمنطقة المرمى. فأنت وفرت، أنت هو بيوفر مجهود كده. فبدل ما كان هيحط عزم او فورس معينه في هو بيضرب الكوره بدرجه معينه، هو خلاص حطها نص متر، خنصر اكل نص متر كمان، فهو كده ايه مش محتاج نفس القوه. واضحه ولا مش واضحه للبنات حتى؟ لا مش معقول مش فاهمين. فاهمين ولا مش فاهمين؟ تبقى كارثه بقى. هنرجع يعني بقى للخمسه ابتدائي احسن. يبقى احنا بنتكلم على فهمتوا الستاندرز محطوطه ليه؟ عشان يبقى في مساواه في كل الاحوال.
طب وانت بتلعب بينالتي ما تزق الكره نص متر قدام ناحيه الجون وخلاص، ايه المشكله؟ ايه المشكله يا احمد؟ مفيش مشكله ليك بتعمل كده وانت بتلعب صح؟ لا طبعا، لان انت لو كل ما بتقرب من الجون كل ما الجون مفتوح قدامك اكتر، وبالتالي فرص ان انت الجون يسد يصد الكوره بقت مستحيل. واضحه ولا مش واضحه؟ فاذا في ستاندرز في لعبه كره القدم، ومفروض انا كنت يعني الدفعه اللي فاتت كنت عارفه بترد، دلوقتي انتوا حتى الاسئله دي ما بتردوش عليها. طب تعالى نتكلم على حاجه اسهل شويه من كره القدم، الاحذيه اللي احنا لابسينها في رجلينا كلنا. ينفع تروح حضرتك لمحل الاحذيه وتقول لي انا عايز اشتري جزمه؟ يقول لك ماشي حاضر تحت امرك، بس مقاس كام؟ اي مقاس. ينفع تروح تقول له اي مقاس؟ بتقول له ايه؟ يعني عايز 42 43 45 صح ولا لا؟ والبنات 38 37 39 وات ايفر صح ولا لا؟ مين اللي حط الارقام دي؟ جهه دوليه بتقول لك ان 42 هو المقاس الفلاني. واخد بالك ازاي؟ 43 المقاس الفلاني. اند سو اون. فهمت يعني ايه ستاندردز؟ فهنا الستاندردز اوف ديزاين معناها التصميم يكون ماشي على مواصفات قياسيه عالميه، علشان سيادتك ما تعملش حاجه بره ايه؟ بره المنظومه دي. طب ايه هدفها؟ الستاندرز هو كده بيصعب عليك المساله ليه يعني؟ لانه من غير ستاندرز ممكن الجهاز الطبي يبقى مضر اكتر منه مفيد. يعني الخطر اللي يطلع منه يكون اكتر من المصلحه او المنفعه اللي انت تحصل عليها. واضح اللي انا بقوله ده؟ هل ممكن جهاز طبي يضرك؟ اكيد طبعا. يعني لو جهاز اكس راي اللي احنا بنتكلم عليه ده واداك ضعف جرعه الاشعه حلوه يعني؟ بقول لك كل ما جرعه الاشعه تزيد كل ما يكون احسن. انتوا متخيلين ينفع الكلام ده؟ طبعا لا. انتوا عارفين يا شباب يا بنات اللي قاعدين ورا اللي هتريحوا كمان شويه يعني، انا يعني منتظر اشوف المنظر ده. انتوا عارفين ايه التاثير الضار للاكس راي على الانسان؟ ما عندكمش خلفيه طبعا. لكن عارفين من الاساطير انه الاكس راي مضره. فانا الكارثه انه انا تانية طبيه ومعلومه اساسيه زي دي في اضطراب. الاكس راي بتعمل حاجه اسمها بيسموها بلغه الطب ايونايزنج راديشن. اول مره اسمع الجمله دي. جميل قوي. انا بقول جميل قوي وانا ايه متقطع من جوايا يعني. ايونايزنج راديشن يعني راديشن بيعمل ايونايزيشن. الايونايزيشن دي لمين؟ على بتروح لمين؟ يعني تعمل ايونايزيشن دي على ايه؟ طبعا عارف مش فاهمين يعني ايونايزيشن اصلا. على السيلز. السيلز المفروض انها ما فيهاش بولاريتي. فالاكس راي بتخش وتعمل لها البولاريتي دي اللي هي الايونايزيشن دي. الكارثه بقى بتاعت الاكس راي ان تاثيرها تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يعني ايه تراكمي؟ لا بلاش الصف الثاني بقى انا زهقت. الصف الثالث نحاول مع بعض. ها؟ لا مش بس كده. تراكمي يعني الثاني بيبني على الاولاني والثالث بيبني على الاولاني والثاني. يعني لو انت اخذت 10 مرات اكس راي التاثير اللي موجود في الجسم كانه ايه؟ كانه بطاريه بتتشحن. كل الثالث اكتر من الثاني والرابع اكتر من الثالث والخامس اكتر من بيبني فوق بعض. يعني سميشن. متخيل؟ فمش مفتوحه المساله. مش يلا بينا احمد نروح بكره ناخد نعمل اكس راي سوا، واخد بالك؟ بدل ما نروح مثلا نروح نلعب ماتش كوره، يلا نروح نعمل اكس راي، فاهم ازاي؟ اذا ستاندردز اوف ديزاين بتقوم حاكمه اللي بيصمم جهاز الاكس راي ان هو لا يا حبيبي الجرعه ما تزيدش عن كذا. فهمتوا قصدي ولا ما فهمتوش؟ المسافه اللي بين الترابيزه اللي نايم عليها المريض والانبوبه اللي بتطلع منها الاشعه لازم تكون معينه، مش ما يجيش يلزق الانبوبه في صدرك ويقول لك اديله. فاهم ولا فاهمين؟ فهمتوا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ بيسموها ستاندردز اوف ديزاين. والقصه دي بقى ايه؟ ممكن تشرح مثلا في سنه كامله.
مجرد الجزئيه دي. بعد كده في حاجه اسمها ريجيليشنز، كل ده الكلينيكال انجينيرنج طبعا انت هتاخده منه قشور. الريجيليشنز اللي هي القوانين المنظمه لتداول الاجهزه الطبيه داخل الدول. يعني ايه قوانين منظمه؟ يعني هو انا كده اجي مثلا بمزاجي كده وبعدين اقول والله ادي جهاز طبي اهو، انا هعمل شركه اسمها اكس واي زد، والشركه دي بكره هتاخد الجهاز ده وتبيعه وانت هتروح تشتريه. لا، الدوله ما العالم بقى كله يقول لك حيلك بقى، اصبر عليا، انت الجهاز ده عشان تبيعه في شروط معينه. الشروط دي طبعا مش هقولها دلوقتي، لكن هي عباره عن قوانين، قوانين حاكمه ليك، علشان انا صعبان عليا انك ماسك الموبايل بايدك طول الوقت كده، مفيش عندك ترايبود ولا حاجه. فيعني والله المفروض تدي له حاجه في الاخر، يعني تقول له يعني، ولا حتى تقول له شكرا، ولا شفت جندي مجهول. طيب يبقى الريجيليشنز عباره عن ايه؟ قوانين مش هندسيه، قوانين منظمه لحركه تداول وبيع وشراء وتكهين الاجهزه الطبيه. يعني هدي لك مثال بسيط خالص خالص، هقول لك مثلا يعني عارفين يعني ايه تكهين؟ جهاز اتكهن. ما هو احنا قلنا بقى بلاش صف تاني، معلش هنجيب لكم بتاع بعد كده، واخد بالك ازاي؟ ممكن الصف التالت يشاركنا شويه، لابس ازرق لابس. ما هو التالت انتوا بتبصوا حواليكوا ليه؟ ما انتوا مش عارفين انتوا في الصف التالت يعني مثلا؟ لابس اسود يقول لك انا مش لابس اسود، ده بني غامق. قول تاني بس معلم. بيقول ايه؟ يخرج عن الخدمه، صح صح. يبقى التكهين هو ان انت بتخرج الجهاز من الخدمه. طيب السؤال الاصعب بقى، انت اسمك ايه؟ احمد برضو؟ عشان تلخبطوني يعني، مين احمد دلوقتي؟ احمد ولو انت بذنبك ايه انك عشان جاوبت صح، يعني نرجع للصف اللي وراك بقى، واحد لابس احمر اهو هيقول لك انا مش احمر، هو مفيش غيرك، بيقول لك بنضاره وشعرك اسود ولابس، اسمها مكتوب عليها فيتنام ولا اسمها ايه؟ لا حاجه ثانيه يعني، تشرحها لي بعدين. طيب السؤال بقى، ليه بنخرج جهاز من الخدمه اصلا؟ ما تخليه عايش معانا 50 سنه يعني بالعقل كده، انا مش بطلب منك يعني معلومه خارقه يعني. ممكن ايه؟ يعني اجابه مش وحشه، بس مش حلوه برضه. مش فاهم السؤال. طب اللي جنبك، اللي جنبك ممكن تعلي صوتك طيب شويه؟ الدقه قلت؟ طيب لا ما هجيبك، ما هو نفسه يعني زي فرحتي، نجرب كده بس، هو كده خلاص. لا ما انا ما بحاول اقوم ان انا اسمع من الصف الثاني يعني. طب اتفضلي. صح برضه صح. اسمك ايه؟ جودي. جودي صح صح. طب ما انتوا كويسين اهو، احنا مدكنين، احنا بس بنظهر في الاوقات الحرجه لما الشباب ما يعرفوش يردوا، واحنا هنطلع. الجهاز بيتكهن، ده جزء من الكلينيكال انجينيرنج اللي ان شاء الله هندرسه في الاخر خالص. امتى بتاخد قرار تكهن جهاز؟ بطريقه علميه، بس عاده بناخد القرار ده لعده اسباب زي اللي انتوا قلتوها، ومنها ما هو بيسمى كوست افكتيفنس. ايه كوست افكتيفنس؟ ان لما الجهاز اللي انت معاك ده يبقى مصاريفه تبقى اكتر من المصلحه اللي جايه منه، يبقى بلاش منه. زي العربيه، معايا عربيه وادمت جدا جدا، فبقيت كل يوم والتاني رايح على الميكانيكي والكهربائي والدوكو والسمكري والمش عارف ايه، جيت اخر السنه انا دفعت في العربيه دي كام؟ انا دفعت فيها ربع ثمن عربيه جديده. يبقى انا كده انا لو ما معايا فلوس، لو مش معايا خلاص، لما بتكلم على الواحد المستشفى معاها فلوس.
بالاضافه بقى للاكيورسي والكاليبريشن والتكنولوجي الجديده اللي بتطلع، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي قدامي لابتوب اهوت مثلا شاريه من سنتين ولا سنتين وشويه، ما ينفعش ابقى شغال بنفس اللابتوب اللي اشتريته من 20 سنه، لا هيشغل ويندوز ولا هيشغل اوفيس ولا هيشغل اوتوكاد ولا هيشغل، فهمت قصدي ايه؟ ده بالنسبه للموضوع اللي يعني جات التكهين بقى. السؤال اللي انا عايز اوصل له بقى نسيته، ولو حد جاوب عليه فعلا هيبقى برافو عليه، هو اين تذهب بالجهاز المكهن ده؟ ترميه فين؟ في الصحراء؟ انتوا عارفين طبعا مثلا لو انت في راتش طالع من البيت او بقايا هدد او حاجات زي كده، بتيجي العربيه النقل وبتاخد الهدد ده وبتختفي من وشك، بس هي بتروح فين؟ بتروح في حته في الصحراويه بعيده خالص كده، نازل حاجه وخلص خلاص. هل بقى متخيل لو في جهاز اكس راي قديم هتيجي عربيه نص نقل كده تقوم واخداه ورايحه بيه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وتيجي في حته كده تقول وترمي؟ طيب هو لا مش هيعمل كده ليه؟ طب حد من ورا يحب يجاوب ولا نرجع تاني لل، مفيش حد من الجروب اللي في ورا ده؟ ممكن طبعا، ممكن الحاجات اللي غاليه اللي فيها يستفيد منها، ده وجهه نظر جيده مقبوله، لكن في حاجه اهم اهي بقى دي اللي انا عايز اسمعها، انه اتس ماتر اوف سيفتي، انه لو الجهاز ده فيه مثلا ايزوتوبس، طبعا ما اعرفش تعرف يعني ايه ايزوتوبس ولا لا، ايزوتوبس مواد مشعة ما سمعتوش عنها في حياتكم؟ مثلا مادة مشعة، هل في أجهزة طبية فيها مواد مشعة؟ في أجهزة طبية فيها مواد مشعة. طيب لو جهاز مثلا كان بيستخدم في غسيل كلى مثلا، وكان المرضى اللي كانوا شغالين اللي كانوا بيعالجهم كان كلهم عندهم هيباتيتس، لو تعرف يعني ايه هيباتيتس، الصفرة والأمراض الكبدية والحاجات اللي أمراض معدية جدا يعني، أو بلاش بقى هيباتيتس، اتش أي في، عشان تبقى كارثة مضاعفة. اللي هي الاتش أي في ده؟ الايدز. هيقول لك يعني ايه ايدز؟ ما احنا بقى عارف لو جاي واحد من الكهف بقى، فاهم ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ ولابس جلابيه مقطعه وبقى له 70 سنه بره فاهم في الكهف، وجاه دلوقتي يقول ايه ايدز؟ ايه اتش اي في؟ انتوا كمان برضو مش عارفين؟ فلو هيحصل عدوى، فلو انت سبته كده واخد بالك يحصل عدوى، ممكن واحد يجي يطمع فيه زي احمد يقول لك هاته ده ويفتح مستشفى وحطه، واخد بالك ازاي؟ اذا فهمت اللي انا عايز اوصله؟ ان في قواعد منظمه للتعامل مع الاجهزه الطبيه في الشراء والبيع والتكهين. واضحه اللي انا بقوله ده ولا مش واضح؟ بتسال ومعاك الموبايل كمان؟ قول. ايوه ده لازم يحصل، بس بيتطبق ولا ما بيتطبقش بقى بالجوده ال 100% دي علم عند ربي يعني، انا ما اعرف. انا وانا جهه رقابيه انا ما اعرفش بيطبق ولا لا. وارد يعني، هو ده لا يمنع ان بعض المستشفيات اللي انت بتساله سؤال جيد جدا برضو، اسمك ايه؟ محمد. محمد بيسال سؤال مهم، بيقول هل، انا هترجم سؤالك بطريقه اخرى، هل ممكن جهاز يخرج من خدمه في مستشفى اكس ويروح في مستشفى واي؟ الاجابه يس، احيانا ممكن. امتى ممكن يحصل ده؟ لما مستشفى واي بتبقى مستشفى مثلا خيريه بتعمل خدمات للجمهور، فهو بيقدم الخدمه دي شبه مجاني، وبالتالي هو ما يقدرش يشتري جهاز جديد، فبياخد الجهاز المستعمل اذا كان مازال فيه كفاءه. تمام؟ طب المستشفى ممكن تتخلص من جهاز وهو لسه فيه كفاءه يعني لسه بيقدم؟ ممكن برضه. ازاي؟ لو المستشفى دي حاجة دولية مثلا، يعني حاجة سمعتها راقية جدا جدا ومعروفة ان هي بتقدم لك التوب ميديكال سيرفيس
على مستوى البلد كلها، فكل سنتين ثلاثة عاوز يديلك الجهاز الايه؟ الجديد، الجديد تكنولوجي احسن وخدمة احسن، فهمت؟ فده وارد. بعد كده يبقى احنا الكلينيكال انجينير ممكن يعمل الفاسيليتي بلاننج، هو اللي بيتابع الستاندردز اوف ديزاين، هو اللي بيعرف الريجيليشنز، وكمان مش عارف اشيلها ازاي، سبيسيفيكيشنز وبيرتشيسنج. يعني ايه بيرتشيسنج بالعربي؟ شراء. وسبيسيفيكيشنز مواصفات. فلما بنيجي نشتري اجهزه في المستشفيات ما بنشتريهاش كده ايه بشغل اللي هو العشوائي، بنقول احنا هنشتري الجهاز طبقا لمواصفات معينه. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك حضرتك او حضرتك لما بتشتري الموبايل بتاعك بتروحي للمحل كده، اديني اي موبايل عندك، محدش بيعمل كده طبعا. انتوا متخصصين موبايلات عشان هو ده يعني اهم حاجه يعني في ايد الانسان دلوقتي العصري، الموبايل اللي في ايدي ده، واخد بالك؟ بتروح للراجل بتقول له عايز ايه في الموبايل؟ انا عايز كاميرا 600 مليون بيكسل، واخد بالك ازاي؟ 600 مليار بيكسل، اللي هو ايه يا ابني في ايه؟ انت عايز ايه من البيكسلز دي كلها؟ واخد بالك؟ يعني انت ده انت لو انت عندك مايكروسكوب وبتبص على الخليه مش هتحتاج البيكسلز دي كلها. لكن هي فكره ايه؟ هو كده انا معقول هشتري موبايل اقل من كذا ميجا بيكسل؟ ده تبقى عيب في حقي. واخد بالك؟ زميلي جاي جنبي هيقول لي كم ميجا بيكسل؟ ليه هتعمل بيها ايه؟ واخد بالك؟ هو كده وخلاص. بتروح بتطلب مواصفات معينه في الموبايل ولا لا؟ بتطلب لو معاك فلوس يعني، لو مش معاك فلوس خلاص. نفس الكلام في الاجهزه الطبيه برضه. طيب بتحط مواصفات، المواصفات دي بتدي لك فانكشنز معينه. فاهمين يعني ايه؟ ده فكره المواصفات. طبعا قصه طويله هنتكلم عليها برضو على السريع كده. مين اللي بيعمل القصه دي؟ كلينيكال انجينير. سي اي معناها ايه؟ تفتكروا يعني كلينيكال انجينير يعني بالفهم يعني بقى. لا لو مش عارفين نجاوب على السؤال ده كمان مصيبه سودا. يعني انا قاعد اقول كلينيكال انجينير كلينيكال انجينير كلينيكال انجينير، وبعدين يعني ايه سي اي يا شباب؟ مش عارف. بعد كده موضوع البريفنتيف مينتنس، بي بي ام، اللي هو بلان بريفنتيف مينتنس، بلان بريفنتيف مينتنس، الصيانه الوقائيه المخططه مسبقا، والريبير اللي هو اصلاح الاجهزه العطلانه، كل ده تبع كلينيكال انجينير. بعد كده موضوع الانستليشن والكوميشننج بتاع الاجهزه. لما جهاز بيجي كبير وعاوز يتركب في 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 المكان اللي هيركب فيه، هو مش ثلاجة هتجيبها وتحطها في الفيشة وتروح، ده في شغل كتير بيتعمل، ده اسمه انستاليشن. فاهمين يعني ايه انستاليشن؟ بالعربي انستاليشن اللي هي ايه؟ مش عارف، معقولة؟ انستاليشن هي تركيب. اسمك ايه؟ بالله. ايوه تخيل لحد دلوقتي مش جايبها. طب انا اخترت اصعب اسم في الوجود، فاضلي ده معلش ما تزعلش، بفهم بس يعني الجنسيه ايه ولا ايه؟ يوناني او اوكي يوناني. لا لغه قبطيه قديمه والله. معناه ايه طيب؟ فاهمه؟ اوكي معلش انا بحاول افهم مش اكتر يعني. انا خلاص عديتك يعني دلوقتي. انت كده واخد تصريح بعدم الاجابه وبهزر معاكم كلكم طبعا، انتوا فاهمين يعني. احمد اتفضل، انت بتقول السؤال ايه؟ يا جماعه يعني شويه تركيز والله مش هيضر يعني. طب الصف اللي ورايا يعني ينفع ولا ايه؟ هو اللي انتم متعمدين توطوا صوتكم مثلا؟ تركيب صح، انستاليشن يعني تركيب. اوكي بتركب الجهاز. اوكي وفي حاجه اسمها بري انستاليشن، ما قبل التركيب. طيب تخيل معايا كده جهاز رنين مغناطيسي، شفتوا شكله عامل ازاي؟
حتى في الصور يعني في الافلام يا سيدي في اي حاجه. جهاز ضخم جدا وتقيل جدا، وزنه ممكن يوصل لخمسه سته سبعه طن. طن ها، وكلمه طن مش غلط لان هي اساسا طن ان انجلش، والطن ده تعريب لها مفيش مشكله. فجهاز بالوزن ده تفتكر ممكن تيجي على اي شقه كده وتقوم قايل يلا نحطه في الشقه دي جهاز الام ار اي ده ويلا نشتغل يعني؟ انا هاخد فتره قبل ما اعرف انطق اسمك، فنكتبه الاول وبعدين نبقى هنتصاحب ان شاء الله. ينفع تفتكروا شقه عاديه سكنيه احط فيها جهاز وزنه 5 طن او 7 طن؟ ليه؟ يعني الاستراكشر مش معمول حساب 7 طن، واخد بالك؟ استراكشر الشقق السكنيه عامل حسابه. انتوا عارفين الناس الجماعه المدني والعماره والناس دول بيحسبوها ازاي؟ بيحسبوا الاعمده دي ازاي؟ على فكره هم يعني من اسهل الاقسام من الناحيه الهندسيه لانها حساباتها ستريت فورورد. هو بيقول لك بير متر سكوير او بير فوت سكوير. انتوا معايا يا شباب؟ ما تناموش مني الله يبارك لكم. احنا هنخلص الساعه كام؟ 11 ونص؟ بير متر سكوير اللود متوقع يكون كام؟ حد فاهم الجمله دي؟ حلو. في شقه سكنيه ايه المتوقع يكون في الشقه السكنيه من 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 اساس واجهزه منزليه؟ اتقل حاجه عندك في الشقه ايه؟ ثلاجه. في حاجه اتقل من الثلاجه؟ لو عندك حاجه قول لي نروح نسرقها. واخد بالك؟ خزنه مثلا هتكون ايه الخزنه يعني؟ فاهم ازاي؟ ما في الاخر 30 كيلو 40 كيلو، الثلاجه ممكن يبقى وزنها مثلا 100 كيلو مثلا او 120 كيلو 150 كيلو ديبندنج، 200 كيلو. ايه تاني ممكن يكون تقيل؟ دواليب صح؟ ايه تاني؟ غساله مش هتبقى تقيل يعني، لكن المكان اتقل اتقل حاجه يعني. ثلاجه ممكن تكون في حاجه اتقل من الثلاجه في البيت. فكروا معايا يا جماعه وانا قاعد افكر لوحدي. انتوا مش عايشين في بيوت زينا ولا انتوا جايين منين يعني؟ ايه اتقل حاجه عندكم في البيوت؟ في حاجه اتقل من الثلاجه؟ الايه؟ واحد دمه تقيل ده موضوع تاني صح؟ انا قلنا دولاب بس انت نايم. قلنا دولاب. طيب فبيبص يشوف الثلاجه دي وزنها 200 كيلو، هتحط 15 ثلاجه جنب بعض في المطبخ؟ ما حدش بيعمل كده. اخر واحد اخرك هتحط ديب فريز وجنبيه ثلاجه مثلا، فهيبقى وزنهم 400 كيلو. انتوا معايا بنات ولا انتوا حاجه برضه نستفيد بيها؟ فيبقى 400 كيلو في على مساحه اكثر من متر مربع، هيبقى مساحه 2 متر مربع مثلا. يبقى انت بير متر سكوير اقصى لود ممكن تتوقعه بير متر سكوير ممكن يكون 200 300 كيلو، صح ولا لا؟ الراجل او الانسان اللي واقف بيحط الوزن بتاعه بيعتبره مثلا اون افريج 80 كيلو، صح كده؟ اذا هو بيحسب حساباته على كده. فلما انت تيجي تقول له ايه؟ تعالى بقى نحط جهاز ام ار اي في شقه ونعمل المشروع سوا، يبقى ايه؟ يبقى ده تخلف عقلي يعني، واخد بالك ازاي؟ طيب يبقى ده كل ده انا بحكي القصه دي عشان اشرح موضوع البري انستليشن، ان قبل ما بتركب الجهاز في حاجات معينه لازم تكون واخد بالك منها. ممكن تركب مثلا حوض من غير ما يكون له صرف، او غساله من غير ما يكون لها صرف. يبقى نفس الكلام في الاجهزه الطبيه برضه. واضح اللي انا بقوله؟ يعني ايه كوميشننج بقى؟ الكلمه الجديده دي شايفين انستليشن سلاش كوميشننج. كوميشننج معناها استلام الجهاز وقبوله باعتباره ان هو شغال صح، شغال زي المواصفه ما بتقول. لما انت بتشتري ثلاجه من المحل اللي انت بتشتري منه، ما ممكن تبقى معاك توكيل والتوكيل يجي يركبه، بس ما حدش بيعمل كده. عاده انت بتشتري ثلاجه والناس بييجوا يشيلوها ويحطوها لك في المكان اللي انت عاوزه وبيروحوا، وانت بتحطها بعد شويه بالفلفيشه، مش كده ولا لا؟ ولا احنا بس اللي بنعمل كده؟ صح؟ انا عايز اصحصحكم معايا شويه بس انا فشلت يعني. انا حاسس ان هو معايا 10 كده هم دول. وانت اسمك ايه اللي رضي؟ ايوه حبيبه. وجودي نامت زي ما توقعت. خلاص ماشي.
كنا بنقول ايه؟ الكوميشننج هو ان انت تستلم الجهاز ان هو بيعمل طبقا للمواصفات اللي انت كتبتها. واضحه دي؟ تفتكر انت بتستلمه ازاي يعني؟ يلا بقى يلا هندسه وريني، ها ادي حاططها في الفيش اهو، نورت يا باشمهندس 100 100. واخد بالك الشغل الايه؟ العشوائيات دي. طبعا ده هتقول لي انا عارف هتسالني السؤال ده، هو ده اللي بيحصل يا دكتور؟ انت بتصور بقى واخد بالك ازاي؟ ده اللي بيحصل يا دكتور في المستشفيات المصريه؟ لا يا ابني تعالى، مين اللي يقول لك؟ فاهم ازاي؟ ويلا نخلص من الكورس بقى خلاص، انت فاهم ازاي؟ جبناها من الاخر يعني، انت فاهم؟ تمام؟ ف هناك نظام لاستلام الاجهزه، والنظام ده احنا بنعلمه لكم عشان لو انت شغال في المستشفى ما تستلمش جهاز وهو مش محقق المواصفات اللي انت طلبتها. اوكي؟ طب انا نفسي اسالك سؤال وانا ما اعرفش اجابته حقيقه يعني. تعالى نختار بس، بلاش بنت عشان ايه ما تكتبش. الشابين اللي قاعدين ورا، ايوه انت، واحد فيكم. سؤال بسيط والله، ما تخافش. اسمك ايه؟ وانت؟ محمد؟ حلو، احمد محمد احمد محمد احمد محمد، وانت الوحيد اللي مختلف، فانت اللي هفتكرك وهنساهم كلهم. احمد، لو انت اشتريت موبايل ومكتوب عليه 20 ميجا بكسل، تتاكد منين انه فعلا بيديك 20 ميجا بكسل؟ يضحك عليك، هيكتب اللي انت نفسك تشوفه. انتوا فاهمين سؤالي؟ يا فرحتي اللي هو ايه؟ رحت اسال حرامي انت سرقت؟ لا والله انا فندم انا ما سرقتش. انت عايز تعرف اذا كان الموبايل فيه 20 ميجا بكسل، افتح على السيستم 20 ميجا بكسل. شكرا. انتوا بتتخموا بالسهوله دي؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. خلاص يبقى انت عندك 10 سنين. يعني قبول المعلومه كده، ده ليس نظام هندسي. يعني خلينا نتفق على حاجه. اما اجي اقول لك ايه؟ الكابل ده شيلدد مش عارف بالشكل الفلاني، تقول لي لا يا دكتور دليلك ايه؟ عرفت منين؟ فهمت؟ ده المهندس بيسال السؤال ده. رجل الشارع بقى العادي اللي هو القهوجي، ما يا سلام، لا تقيل، واخد بالك؟ بيسموه محمل. ايه محمل؟ واخد بالك؟ شغل قهوجيه، انت فاهم ازاي؟ فما عندناش احنا الشغل ده. فاذا نرجع للسؤال تاني، which is a difficult question. انا ما بقولش انه سهل، بس انا نفسي مش عارف، انا اول مره افكر فيه. عايز تتاكد ان انت فعلا هو بيديك البيكسلز دي. بس احنا يعني اجابتك بتقول احنا فعلا مش عارفين، يعني ممكن يكون فيه. انت عندك اجابه فعلا؟ عندك اجابه؟ والله قول. حلو، طبعا جميل، يعني بيتعمل له اختبارات. الاجابه دي والله ممتازه. انت يعني خلصت من ورطه السؤال بان انت قلت لي في واحد تاني بيفهم عارف، فاهم قصدي ايه؟ which is intelligent، يعني انا عجباني. فهو بيقول لك ايه؟ انا مش عارف، بس محمدين عارف، واخد بالك ازاي؟ فروح اساله هو هيقول لك. صح، هو يعني نظريا اجابتك صح، عداك العيب. بس انا بسال على التكنولوجي اللي تقدر تعرف بيها اذا كان فعلا بيديك الميجا بيكسلز دي او لا. ليه بقى؟ لان معلش الاسم تاني، مصطفى. مصطفى في جهات بتلعب في الداتا دي، يعني في جهات مش بالضروره الصينيه، يعني ممكن يكون من اي مكان، ويخدعك ويقول لك انا حاصل على الاعتماد من الجهه الفلانيه. انت بقى هتروح وراه بقى، انت شغال بقى ما وراكش حاجه بقى. طب تعالى نشوف بقى الجهه الفلانيه دي، وبعت لهم والله انت الجهاز بتاعي السيريال نمبر كذا اشتريته من انت ساكن فين؟ حدائق الاهرام. اشتريته من حدائق الاهرام؟ وانت بتتكلم مثلا انجلترا، واخد بالك الهيد كوارترز مثلا، واخد بالك ازاي؟ وانا في حدائق الاهرام شقه رقم 15، واخد بالك ازاي؟ ولا هيعبرك. انتوا فاهم دي؟ واصله لكم الصوره اللي انا عايز اوصلها لكم، اللي هي you as an engineer you need to know as a biomedical a clinical engineer، تعرف الجهاز اللي انت استلمته ده بيحقق اللي هو قال لك ان هو فيه ولا هو بيضحك عليك. احنا وظيفتنا
وظيفه مركز البرمجيات اللي حكيت لكم عليه من شويه اللي هو هنا اللي كان في النادي ده، انه كان وظيفته الرئيسيه حمايه وحفظ حقوق المستشفيات من خداع الشركات اللي بتبيع اجهزه طبيه. فهمتوا؟ بالمنظر اللي انا بقول لكم عليه ده. وحصل موقف هقول لكم عليه ادردش معاكم كده عشان انتم بقيتوا مش بقيتوا اتكلمتوا من شويه خلاص. فنصحصح بقصه يعني مثيره حقيقيه حصلت معايا انا شخصيا وافتكرتها دلوقتي انا بحكيها لكم. اما كنت انا مدير مركز البرمجيات ده، الكلام ده بروبلي سنه 2000 بلس اور ماينس يعني. وبعدين عملنا جات لنا مستشفى من المستشفيات اللي احنا العملاء بتوعنا، وفي مناقصه. يعني ايه مناقصه؟ كلمه مناقصه دي يعني ايه مناقصه؟ برضه احنا طيب مش مزاد، هو عباره عن شركات متنافسه. يعني مش مزاد شركات متنافسه بيحاولوا يبيعوا لنا الجهاز، فبيتنافسوا بينهم وبين بعض، واحنا بنختار الجهاز الايه الاحسن وممكن يكون سعره يكون مناسب. فالمستشفى جاي لها مناقصه في اجهزه مناظير. ايه اجهزه المناظير دي يا شباب؟ يعني ايه منظار؟ حلو، انت عملت كده يعني ما فيش منظار مثلا الا ده، في مناظير ثانيه بس يعني في مناظير ثانيه بس انت يعني ما قل ودل اللي هو يعني انا لسه نشرح كده خلاص. حلو مقبول. اسمه ايه بقى بالانجلش؟ صح، اندوسكوب. فالاندوسكوبي جزء اساسي منها يفهموا خدوا المعلومه دي، بيتنافسوا بينهم وبين بعض في حاجتين، في الريزوليوشن بتاعت الصوره ودقتها، والحاجه الثانيه في الميكانكس بتاعت المنظار، بيقدر يتحرك الرينج بتاعت الحركه بتاعته والانجلز بتاعته، يديك الزوايا بتاعته، يديك يعني يديك صوره من فين لفين. واضح؟ لانه في الاخر صوره، انت عايز تاخد صوره. طيب، لان في مناظير علاجيه ماليش دعوه بيها، بتكلم عن مناظير تشخيصيه. حلو؟ فالسؤال اللي سالته هو احنا جايين عندنا الشركتين اكس وواي، انتوا متابعين يا شباب؟ ولا عشان ما ببصش الناحيه دي انتوا نايمين؟ طيب. ما هو هاجي بعد مرتين هعمل حركه انا متعود اعملها بقالي 30 سنه، عارفين ايه؟ انا بقول لكم الكلام ده تحديدا، عارفين ايه الحركه؟ هقول اللي هيرد عليا هياخد درجه زياده. ساعتها بقى كل العبقريه هتطلع. لكن طول ما فيش درجه زياده سوري مش هرد. طيب ساعتها هبدا بيوسف مش بيك. الراجل قاعد بيجاوب اهو مجانا. بعد كده هيبقى بالدرجات. المستشفى جايه بتسالني بتقول لي اختار اندوسكوب اكس ولا اندوسكوب واي. في الوقت ده في كان يعني تعميه على بعض التفاصيل الخاصه بالتكنولوجي اللي مصنوع منها المناظير. الزبون ما يعرفش. وكان المطلوب مني ان انا اعرف التفاصيل دي باعتباري انا كونسلتنت. المهم رحنا او انا رحت بشويه سيرش ممنهج يعني عرفت انه كل شركه من دول بتشتري الاوبتكس بتاعتها والنظام التصوير بتاعها من شركه ثانيه. شركات زي سوني مثلا، واخد بالك ازاي؟ زي سامسونج. شركات متخصصه زي زايس. انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ شركات متخصصه في العدسات والاوبتكس والتصوير والسي سي دي كاميرز والحاجات دي كلها. مش هم اللي بيصنعوها، دول بياخدوها من شركات ثانيه وبيركبوها عندهم. فاهمين؟ فلما عرفت المعلومه دي قدرت اعرف المواصفات بتاعه كل جهاز. وبالتالي كتبت الريبورت بتاعي ان جهاز اكس احسن من جهاز واي بنسبه كذا في الميه، وبناء عليه ممكن الجهاز الاقل في الجوده تشتريه بسعر اقل بنفس نسبه الايه؟ الفرق اللي بينهم. حد فاهم حاجه؟ يعني انا عندي موبايل اهو ثمنه 1000 جنيه، وحضرتك عندك موبايل ثمنه 1200 جنيه، يبقى ال 1200 اغلى بكام؟ لا بكام في الميه يعني؟ 20%، صح كده؟ والفرق في التكنولوجي 20%. يبقى لك الحق انك تشتري اي واحد فيهم، لان انت بتدفع مقابل التكنولوجي الافضل
فلوس بنفس الايه؟ نسبة وتناسب مع حد. فاهم حاجة؟ واضحة؟ كتبت ريبورت كده. مين بقى زعل؟ الشركة اللي صنفت ان هي اقل في الجودة. فجاء المندوب بتاعها عندي في المكتب، كنت انا شغال تحت، فبيقول لي حضرتك جبت المعلومات دي منين؟ قلت له لا انت مش شغلتك، انا جبت المعلومات دي منين؟ انا دي حاجه انا يعني دي حاجه خاصه بيا انا. فقال لي يمكن حضرتك مش يعني مش فاميليار قوي مع المنتجات بتاعتنا، احنا حضرتك هنديك يعني احنا الشركه عزماك تروح في مقر الشركه في اوروبا المكان الفلاني لمده مثلا اسبوع، تشوف المنتجات بتاعتنا وتتاكد ان هي الجوده بتاعتها، كان ما فيش مثلا هنا منظار ممكن ما تشوفه يعني، لازم اروح هناك. ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمها ايه يعني؟ اسمها رشوه. مش واخدين بالكم انها رشوه؟ ف قال لك والله ما كنتش واخد بالي. قلت له لا شكرا، يعني البلد اللي انت قلت لي عليها ديت، انا واحد الحمد لله عشت في امريكا اكتر من 12 13 سنه ولا اي حاجه تملى عيني اساسا. فشكرا. جالي بعدها باسبوع رجع الاداره قال لي احنا هنرفع عليكم قضيه. انتوا عارفين نظام العصا والجزره ده ولا ما تسمعوش عنه؟ يقول لك ايه العصا والجزره؟ يعني ايه عصا وجزره يعني؟ يعني ايه عصا وجزره؟ العصا يعني بيهددك، والجزره يعني بيغريك. فجرب معايا الجزره مش نافعه، فيشتغل بقى على العصايه بقى. قال لي احنا هنرفع عليك قضيه. قلت له يا ريت، هستغرب جدا. الراجل بعد كده بقى صاحبي، قال لي يعني حضرتك مبسوط ان هنرفع عليك قضيه يعني؟ قلت له جدا. قال لي ليه؟ قلت له لان انك ما هترفع قضيه اولا هترفع قضيه على جامعه القاهره كلها، لان انا جزء من جامعه القاهره، هترفع قضيه على الجامعه كلها، فخلي الجامعه كلها تخش ورايا. دي رقم واحد. رقم اثنين بقى والاهم، ان انا في القضيه ديت هجيب المستندات بتاعتي دي كلها، واللي انا كنت المستشفى واحد عارفاه مصر كلها هتعرفه. فهمت قصدي ايه؟ فقال لي لا انت وعر يعني، فاهم ازاي؟ انت سكتك مش سهله يعني. ومش روح. فهمتوا شغلتنا ماشيه في ايه؟ احنا بنحمي المستهلك اللي هو المستشفى، اللي في الاخر حمايه، في الاخر بتروح لمين الحمايه دي؟ للمريض. صح ولا لا؟ وقصص من دي كتير بقى هتسمعها مني ان شاء الله. يبقى عرفنا الكوميشننج، واحنا طبعا هنا في غلطه الباشا عملها، راح مكرر فاسيلتي بلاننج تاني، شايفين؟ فدي ما كانتش كده، هنشوف بقى الاوريجنال عندي عامل ازاي ونصلحها. ففي ما زال في شويه شغل يعني ممكن تطلب منكم يعني، لو حابين تساعدوا يعني. طيب الوقت اللي فاضل مش هنلحق ان احنا نفتح موضوع جديد. طريقه خلاص انا هقفل كده. طريقه الدرجات والكلام ده صحصحنا بقى. الغياب احد خلصت غياب، واحد قطع الورقه مثلا. الغياب هيبقى عليه درجات ان شاء الله. السنه اللي فاتت عملت لهم تخيير امتحانكم، امتحان انتم ما عليكمش امتحان لكن ميد ترم يعني. شكرا. فقانونا ما فيش امتحان ميد ترم، فقلت لهم السنه اللي فاتت تحبوا نعمل لكم امتحان ميد ترم ولا ما نعملش؟ تفتكروا قالوا ايه؟ لا طبعا. فبس هو بقى في تريك في الموضوع، ان هو انت مش عارف انا بمتحن الناس ازاي، فلما بتاخد الميد ترم تبقى فهمت طريقه الامتحان. لما ما بتاخدوش، وانا قلت لهم كده، لما مش هتاخدوا الامتحان هتفاجئوا بيه في اخر السنه بشكل جديد. فهم بيستنصحوا عليا بقى، اللي هو ايه؟ ما خدناش امتحان بس برضه عايزين نعرف الامتحان بيجي ازاي. متخيل اللي هو ايه؟ يعني يا جماعه بلاش شغل الاستنصاح ده، يعني انت فاهم يعني عيب. انت فاهم زي ما تيجي تستنصح على ابوك مثلا، هو اللي مخلفك، واخد بالك؟ انت هتحاول تدور حواليه وتلف عشان تاخد حاجه، هو عارف من اول لحظه انت عايز منه ايه؟ واخد بالك؟ او مامتك عارفه كويس قوي انت عايز ايه؟ فالمهم يعني الشاهد انه مش هقدر اقول اكتر من جنرال كونسبتس، وهي ان هو معظمه مالتيبل تشويس،
بطرق المختلفة، اختار او قول ترو اور فولس او مش عارف ايه، او حاجة معينة بقول لك املى البيان اللي في الحتة الفاضية دي، او رسمة واقول لك الجزئية دي ايه، حاجات من اللي هي تحتاج اجابة سريعة وقصيرة عشان الوقت. انا ما اقدرش انا اصلح 80 ورقة او 100 ورقة كل واحد يجاوب لي 3 4 صفحات على كل سؤال، انا اقعد كده سنة عشان اصلح. فدي طريقة الامتحان. فإذا حابين ميد تيرم على الرحب والسعة، مش حابين ميد تيرم أديكوا عرفتوا النظام العام بتاع الامتحان. اتفضل. أيوه ده اللي هنقوله بقى. لو ما فيش ميد تيرم هيكون بداله بعض البرزنتيشنز وبعض الكونتريبيوشنز اللي هي أسئلة هتتسأل وأنتوا بتردوا عليها على هيئة ريبورتس قصيرة. واخد بالك إزاي؟ الريبورتس القصيرة دي يعني طبعا انا يعني ما بحبهاش قوي، لكن ما لهاش بديل، لانه بيجي بعد كده واحد بينقل من زميله وما بيعملش اي حاجه وبيبان، بس ما بيبانش مين ناقل من مين، يعني ساعات بيبقى تو ريبورتس اكزاكتلي ذا سيم. فطبعا الحل ان هو الواحد يجي يشوف امتحان شفوي ويسال الشخص عشان اعرف هو عمل الحاجه ولا نقلها. واخد بالك ازاي؟ بيبقى ليها سيكونس كده معينه. فهي البديل هو ان احنا بنعمل بنطلب ريبورتس او بنجمعكم مجاميع خمسات خمسات خمسات، وكل خمسه بيعملوا حاجه اكبر، يعني مش مجرد ريبورت بس، لا بتبقى حاجه ان ديبث شويه، معلومه من المعلومات اللي انا بقولها هنا بقول لكم. طيب كل مجموعه يدوني يعني بحث زي ريسيرش عن الموضوع ده بشكل عميق شويه. دي البدائل اللي عندي. كويس. بالاضافه لكده بقى انا فعلا بعمل كده، ان انا باجي بعد مثلا 3 محاضرات ولا حاجه وببتدي اسال اسئله، والسؤال اللي انا بقول لكم عليه ان هو يعني محتاج شغل وبتجاوب عليه بياخد درجه. ده اللي بعمله. فدي تقريبا الحاجات. لو انتوا عندكم مقترحات لمزيد من الحاجات اللي ممكن تكملوا بيها عمل السنه ما عنديش مشكله. فانتوا هتقرروا بينكم ببعض اذا كان في ميد تيرم ولا مفيش ميد تيرم. انا اريح لي ايه تفتكروا؟ طبعا انا كمان اريح، انا لسه هقعد اصحح واعمل وبتاع، مش شارط عليكم خالص يعني، لكن لو طلبتوها هنعمله لكم ان شاء الله. في اي سؤال قبل ما نمشي؟ خلاص ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. اتمنى السؤال.